ليكيب تيب باش تعملنا تشكيله التاريخيه للكره التونسيه، شكون نحطوا فيها جارديان احسن 11 لاعب جابتهم تونس في التاريخ؟ عطوك على اليمين. على اليمين طارق ثابت، على اليسار المرحوم الهادي، في الاكس خالد بدر، كريم حقي. كريم حقي خاطر يخدم معاك مزيك؟ اي ما يصير، خلينا نسمر القفة عادي. في الوسط بوعزيزي. اي و تعمل السير لعب في الاسبيرانس اسمه جوهر المناري. جوهر المناري وعياد الحمروني. ثلاثة هذم. اي مازالوا ثلاثة. فوزي الرويسي. تميم الحزامي. على اليمين ومجيد بن مراد على اليسار. يا اخي مش قلت لي احسن لاعب في التاريخ نور الدين ديوا؟ هي الله يرحمه عاد مات. اي ما تحطوش في التشكيلة؟ نحطوه رون بلاسون توا. كانت هذه ليكيب تيم. ليكيب تيم.